السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا يعني صفحة 54 making phone calls. خلينا نشوف making phone calls، عفوا making telephone calls. telephone calls الكول، نداء، إجراء، يعني تقدر تقول مكالمة، مكالمات هاتفية. إذن إجراء مكالمات هاتفية أو القيام بمكالمات هاتفية، إجراء مكالمات هاتفية، مو صنع، مو تقول لي صنع مكالمات هاتفية، لا، إجراء يعني عمل مكالمات هاتفية، إجراء مكالمات هاتفية. طيب، يقول لي talk about some of the things to do and not to do when you are making an important telephone call. يقول تحدث عن بعض من الأشياء التي أنت تقوم بها ولا تقوم بها عندما أنت تجري مكالمة تليفونية هامة. خلينا نشوف. Now read these pieces of advice. والآن اقرأ هذه يعني المقاطع من النصائح، مقاطع من النصائح، مقادير من النصائح. How many did you talk about؟ كم عدد الـ يعني الـ نقول الأشياء التي أنت تتحدث عنها؟ Speak up، تحدث. By Susan Ayad, grade 8. Hi, speak up، تكلم. هاي من قبل منه سوزان اياد اللي هي بالمرحلة الثامنة، يعني بصف الثاني المتوسط. Do introduce yourself. Always say who you are. Do، هنا يقول لي do، يعني هنا do تجي للتأكيد. ليش قال لي do؟ طب يقدر يقول لي introduce yourself always، بس هنا يقول لي do. do للتأكيد، تأكيد الشيء، توكيد، تأكيد. do يقول قم بتقديم نفسك، ودائما قل من تكون أنت، يعني عرف نفسك. طيب، don't wait for other person to ask who you are. It is not polite. يقول أبدا، يعني هنا don't wait، لا تنتظر، لا تنتظر من الشخص الآخر إلى أن يطلب منك أن يعني يسألك من أنت، فهذا يعني يطلب منك من أنت، لا، هذا أمر غير مؤدب. أوكي، طيب، do say why you are calling. دائما يعني ال do قم بالقول لماذا أنت تتصل، سبب اتصالك، يعني قل سبب الاتصال. don't start before the other person knows what your call is about. يقول لي don't start، لا تبدأ قبل أن إنه الشخص الآخر يعرف عن ماذا المكالمة تتحدث. لا تبدأ قبل أن يعني الشخص الآخر يعرف عن ماذا تتحدث هذه المكالمة. طيب، مثلا هاي excuse me what are you talking about. excuse me، من رخصتك، من فضلك، أو عفوا، عن ماذا أنت تتحدث. مثلا هاي خلال الهاتف تتحدث، يقول لي do think about what you are want to say before you make the call. Do think about، يقول هنا يقول فكر، do للتوكيد، يقول فكر بما أنت تريد أن تقوله قبل أن تجري المكالمة، قبل ما أنت تسوي مكالمة، قبل ما تخابر فكر بشيء اللي أنت تريد تقوله قبل ما أنت تجري المكالمة. do للتأكيد، don't للنهي، نا دو تقدر تقول للتأكيد، توكيد الشيء، ودونت لي النهي، نهيك عن أشياء، للنصيحة يعني، هنا جاية نصيحة، advice. don't waste time trying to think of things as you speak. يقول لا يعني تضيع الوقت، waste time، لا تضيع الوقت، trying to، محاولا، think of، محاولا تفكير بـ things، الأشياء، as you speak، عندما تفكر، يعني مو انت اثناء المكالمة وانت جاي تفكر، المفروض قبل المكالمة انت مفكر بالشيء اللي انت تقوله، حتى يعني لا waste time، لا تضيع الوقت. can you start again please، can you start again please، مثلا هل تستطيع ان تبدأ مرة اخرى رجاءا. طيب، do speak slowly and clearly. يقول تكلم ببطء وبوضوح، تكلم ببطء ووضوح، وتذكر أن الشخص الآخر can't see you، تذكر أن الشخص الآخر لا يستطيع أن يراك. don't speak too fast even if you are nervous. يقول لا
لا تتكلم بشكل سريع جدا إلى حد الإفراط والأمر too fast بشكل سريع جدا even حتى لو أنك يعني تكون في حالة nervous حتى لو كنت عصبيا. أوكي طيب هنا عندنا أنس has a stomach ache. أنس لديه ألم في المعدة. He needs to see a doctor. هو يحتاج أن يرى طبيب. He rings the medical center. هو هاتف أو يعني هو rings هنا يعني شو معنى ring؟ يعني خابر أجرى اتصال بالمركز الطبي to make an appointment. To make an appointment لغرض تحديد موعد. طيب خلي هنا يقول لي listen to Anas. استمع إلى Anas on the telephone على الهاتف. استمع إلى أنس على الهاتف and look at Susan's advice وانظر إلى يعني انظر إلى نصيحة سوزان. What does he do wrong؟ ما هو الشيء الخاطئ الذي فعله؟ أوكي هاي نصائح سوزان. هنا سوزان أياد مثل ما قلنا هاي الأشياء. هسه راح نشوف نسمع لوتي. راح نشوف هسه يقول لي I receptionist هذا موظف الاستقبال الاستعلامات. هنا بتجي خابر طبعا هو أنس قالت له بغداد المركز الطبي بغداد كيف أستطيع أن أساعدك؟ هاي عسل راح نقرأها. هنا بدأ يتأوه يعني يتألم يقول معدتي. هي قالت له hold on انتظر يعني اسمع hold on انتظر خلينا نشوف من يتكلم رجاءا. قال لها oh yes أنا آسف اسمي أنس والأمر حقا يؤلمني. قالت له عفوا عذرا من الذي تتحدث عنه؟ ما الذي يؤلمك؟ هو هنا قال معدتي أنا لدي ألم في المعدة سيء شديد. قالت له أوه حسنا أوكي لا بأس. هل أنت مسجل في المركز الطبي؟ قالها لا أعلم أنا أحتاج إلى أن أرى الدكتور. ما هو اسم عائلتك؟ أنا أستطيع أن أدقق لكي أرى هل أنت مسجل؟ هو مفض هنا أنا بديت يعني تلعثم. عبد الله قال اسم العائلة عبد الله. قالت له آسفة هل تستطيع أن يعني تردد تعيد اسمك مرة أخرى رجاء؟ فقال عبد الله أنس عبد الله. قالت له ممكن أن تتهجى لي مرة أخرى رجاء؟ فهنا قال أي بي دي هاي تهجي مال الحروف مال عبد الله. حسن قالت له حسن نعم أنت مسجل. كم المدة التي أنت يعني صار تعاني من الألم؟ ألم المعدة؟ قال لمدة أيام لحد الآن أنا لا أستطيع أن أتذكر منذ الثلاثاء كلا منذ يوم الاثنين بعد تناولي للعشاء. الموظفة قالت له حسنا إذن لمدة 3 أيام. قالها رايت أليس كذلك؟ متى تستطيع أن تأتي لرؤية الطبيب؟ قالها أنا أستطيع أن أتي في أي وقت. حسنا في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتي حتى أمي تأتي إلى البيت تعود للبيت لذلك هي تستطيع أن تقودني بالسيارة تأخذني بالسيارة. الموظفة قالت وذلك متى موعد ذلك؟ قالها الساعة 4:00. قالنا حسنا أنا لدي موعد الساعة 4:30. هل ذلك سيكون الأمر طيبا يعني أوكي لا بأس بي؟ قالها نعم شكرا لك ذلك سيكون رائعا أو عظيما. حسنا سوف نراك في الساعة 4:30. شكرا وإلى اللقاء. سأنتهي أعزائي لهذا الملف الصوتي مع أنس استمعنا وياكم. بعد أن استمعنا الملف الصوتي أعزائينا يقدر يقول شنو الأشياء اللي سواها غلط أوكي طبقا لهذه النصيحة. ساني ورا ما قرأت لكم النصائح ورا ما أنتوا ترجمت لكم واستمعتوا الملف تقدر تشوف الأشياء الغلط اللي ارتكبها أنس. هنا يقول لي some things you can say بعض الأشياء التي أنت تستطيع أن تقولها. أنس عبد الله هنا أنس عبد الله يعني المتحدث المتكلم. أنس عبد الله speaking أنس عبد الله يتكلم. I'm calling about أنني أتصل أو أنني أتحدث عن فلان شيء about. I'd like to make an appointment أنا أريد أن أقوم بتحديد موعد رجاء. أوكي هاي الأشياء اللي أنت ممكن تقولها أثناء الاتصال الأشياء التي يمكن أن تسمعها. Some things that you can hear. I'm sorry. أنا آسف. Could you repeat that, please? أنا آسف. هل تستطيع أن تكرر ذلك مرة أخرى؟ Can you spell that? هل تستطيع أن تتلفظ ذلك أو تتهجأ ذلك رجاءً؟ Okay.
هسه هاي صفحة 54 أعزائي انتهت. ألتقيكم في درس قادم وإلى لقاء.